أحييكم مشاهدينا أينما كنتم، جولة الصحافة من اليوم، أهلا بكم. تطرقت الصحف الصادرة اليوم إلى أن استعادة مدينة خان شيخون تعد إنجازا نوعيا في مسار مساعي النظام السوري لاستعادة محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة جماعات إرهابية وأخرى مسلحة مدعومة من تركيا. ويقول المراقبون إن أنقرة تبدو في موقف صعب في ظل ضغوط روسية عليها لإخلاء نقاط المراقبة المنتشرة في المحافظة. بدايتنا من العرب اللندنية والتي عنونت دمشق تستعيد خان شيخون على وقع تخبط تركي، حيث باتت مدينة خان شيخون الاستراتيجية عمليا تحت سيطرة قوات النظام بعد انسحاب الفصائل الجهادية والمقاتلة منها، لتصبح أكبر نقطة مراقبة تركية موجودة في المنطقة بموجب تفاهم بين أنقرة وموسكو تحت مرمى نيران القوات المهاجمة، وسط أنباء عن مفاوضات روسية تركية بشأن إخلائها. وحذرت أنقرة ثلاثاء دمشق من اللعب بالنار غداة إعلانها تعرض رتل عسكري تابع لها لضربات جوية أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التركية جنوبية خان شيخون، بينما دعت موسكو تركيا ضمنيا إلى إخلاء تلك النقاط المنتشرة في إدلب ومحيطها. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي: كما قلنا سابقا، سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريين ونقاط المراقبة الخاصة بنا. أما الشرق الأوسط وبذات الصدد، عنونت موسكو ودمشق تحاصران نقطة تركية شمال حماة، حيث دخلت قوات النظام السوري بلدة خان شيخون الاستراتيجية جنوبية إدلب، ما أدى إلى محاصرة نقطة المراقبة التركية شمالية حماة. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن انسحاب هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة من مدينة خان شيخون ومن ريف حماة الشمالي، فيما تعمل قوات النظام على تمشيط المدينة. وجاء انسحاب الفصائل بعد سيطرة قوات النظام وبإسناد جوي الروسي على أكثر من نصف المدينة، وتمكنها من قطع طريق حلب دمشق الدولي أمام تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة، وكانت في طريقها إلى ريف حماة الشمالي، حيث توجد أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة موريك. وقال المرصد: باتت نقطة المراقبة التركية في موريك في حكم المحاصرة، ولم يبقى أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة النظام ميدانيا أو ناريا. صحيفة الحياة عنونت: قوات النظام السوري تحاصر نقطة مراقبة تركية والفصائل تنسحب من خان شيخون وريف حماة، حيث انسحبت هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا وفصائل معارضة أقل نفوذا من مدينة خان شيخون الاستراتيجية وريف حماة الشمالي المجاور ليلة الاثنين الثلاثاء على ضوء تقدم قوات النظام في المنطقة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: إن قوات النظام تعمل حاليا على تمشيط خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي بعدما تمكنت الاثنين من قطع طريق دولي سريع شمالها أمام تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة، وكانت في طريقها إلى ريف حماة الشمالي، حيث توجد أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة موريك. ووفق عبد الرحمن، باتت نقطة المراقبة التركية الموجودة في موريك بحكم المحاصرة، ولم يبقى أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة قوات النظام ميدانيا أو ناريا. وتتعرض المنطقة لغارات سورية وروسية كثيفة الثلاثاء وفق المرصد. العربي جديد قالت: خان شيخون بيد النظام، روسيا تعترف بقيادة حرب الإبادة. حيث حققت قوات النظام السورية المدعومة من روسيا وإيران والميليشيات بدخولها إلى مدينة خان شيخون أمس الثلاثاء بعد 4 أشهر من الحملة الدموية، اختراقا عسكريا من شأنه تغيير معادلة السيطرة في شمال غرب سوريا برمتها. هذا الاختراق الذي ستكون له تداعيات على كامل ريف
طائفي حما وإدلب لم يكن ممكنا لولا استخدام الطيران سياسة الأرض المحروقة لإبادة البشر والحجر في المنطقة بحسب الصحيفة، وهو ما ترجم في تنفيذ أكثر من 1200 عملية قصف توزعت بين مدفعي وجوية خلال بضع ساعات فقط. والآن إلى الشأن العراقي. عراقيا أكدت العرب اللندنية بأن إسرائيل تدخل عاملا مربكا على المعادلة الأمنية في العراق، حيث تسود صفوف كبار قادة الميليشيات الشيعية والسياسيين العراقيين الموالين لإيران حالة من الحيرة والارتباك جراء دخول عامل جديد على المعادلة الأمنية التي تلعب فيها الفصائل المسلحة المنتمية أغلبها إلى الحشد الشعبي دورا كبيرا بفعل النفوذ السياسي الطاغي لهؤلاء القادة والسياسيين، ويتمثل ذلك العامل في استهدافه بالطيران من قبل جهة أو جهات لم يتم تحديدها بشكل قطعي إلى حد الآن لمواقع تابعة لقوات الحشد المنتشرة على نطاق واسع في العراق دون غطاء جوي فعال يؤمن لها الحماية من الضربات الجوية. وبدأت الشكوك التي أعقبت انفجارات قوية هزت مؤخرا ثلاث معسكرات للحشد شمالي وجنوب العاصمة العراقية بغداد تتحول إلى قناعة بأن هجمات جوية وراء تلك التفجيرات المدمرة، بينما لم يتردد البعض في القول إن الطيران الحربي الإسرائيلي هو من قام بتدمير معسكر أبو منتظر المحمداوي في محافظة ديالى ومعسكر الشهداء في أمرلي بمحافظة صلاح الدين ومعسكر الصقر بجنوبية بغداد. القدس العربي، ونقلا عن مصادر أمنية تقول انفجارات بموقع لجماعة مسلحة قرب قاعدة بلد الجوية بالعراق، حيث ذكر مسؤول عسكري عراقي ومصدر بجماعة شيعية مسلحة إن عدة تفجيرات استهدفت موقعا تابعا للجماعة أو الجماعة قرب قاعدة بلد الجوية إلى الشمال من بغداد يوم الثلاثاء. جاءت التفجيرات تلك ضمن سلسلة انفجارات وقعت في الأسابيع القليلة الماضية في مستودعات أسلحة وقواعد ومواقع تابعة للفصائل منضوية تحت لواء الحشد الشعبي المؤلف من فصائل شيعية في أغلبها، وتستضيف قاعدة البلد قوات ومتعاقدين أمريكيين وتبعد نحو 80 كيلومتر شمال العاصمة العراقية، وتتمركز جماعة شيعية مسلحة مدعومة من إيران قريبة من القاعدة. وقال المسؤول العسكري إن هدف التفجير كان موقع الجماعة القريب من القاعدة، وذكر المصدر بالجماعة إن مخزن أسلحتها كان هدفا لقصف جوي. والآن إلى الشأن الإيراني. إيرانيان قالت الشرق الأوسط بأن بومبيو يؤكد أمام مجلس الأمن أن إيران تواصل نشر الإرهاب، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تواصل نشر الإرهاب وإثارة الاضطرابات في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن، محذرا مما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية مدمرة. وكان بومبيو يتحدث عصر الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، فقال ساهمنا في تفكيك داعش ونعمل مع 77 شريكا لتفكيك هذا التنظيم الإرهابي، مضيفا أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لإحلال السلام في هذا البلد العربي، مجددا مطالبة بلاده لإيران بوقف تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة من دون طيار.
أما صحيفة الحياة فعنونت أمريكا تحذر دولا متوسطية من مساعدة الناقلة الإيرانية، حيث حذرت الولايات المتحدة اليونان ودولا أخرى مطلة على البحر المتوسط من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت من جبل طارق وتشتبه واشنطن في تهريبها نفطا إلى سوريا. في الوقت ذاته لوح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني للولايات المتحدة بحرب بالوكالة ستخوضها بلاده في حال نزاع بين الجانبين. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن أي مساع للناقلة الإيرانية ستعتبر مساعدة للحرس الثوري الإيراني الذي تدرجه واشنطن على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وحذر المتورطين المحتملين من عواقب جرمية. والآن إلى الشأن العالمي. عالميا، قالت الشرق الأوسط بأن تشكيل المجلس السيادي في السودان من 11 عضوا لقيادة المرحلة الانتقالية، حيث شكل قادة المجلس العسكري السوداني وتحالف المعارضة مساء الثلاثاء المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان، ومدتها 39 شهرا حسب ما أعلن متحدث عسكري. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي إن مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف بأن أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إبراهيم جابر، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وصديق طاور كافي، وعائشة موسى، ورجاء نيكولا عبد المسيح. العربي الجديد وبذات الصدد، قالت إعلان تشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان، حيث أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان الثلاثاء مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة برئاستها. وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي مساء يوم الثلاثاء صدور مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان، مشيرا إلى أن البرهان سيؤدي القسم في 11 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي أمام رئيس مجلس القضاء، مضيفا أن إعلان مجلس السيادة سيؤدون اليمين الدستوري في 1 PM وفق التوقيت المحلي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيتم تعيينه الأربعاء ويؤدي القسم في نفس اليوم. والآن إلى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من آراء للكتاب. الكاتب طوني فرانسيس يقول: تستند إيران في نظريتها إلى الانتشار المذهبي، لكنها تغطي هذه الحقيقة بحديث عن محور للمقاومة والممانعة تقوده عبر جهاز الحرس الثوري الذي يوزع المهام ويحدد الأولويات. لنتابع. لم تأتي دعوة المسؤول في ميليشيا حركة النجباء العراقية يوسف الناصري إلى حل الجيش العراقي من فراغ، فالحركة المذكورة جزء فاعل من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق التي توالي في غالبيتها القيادة الإيرانية وتأتمر بأوامرها، وبالتالي لا يمكن فصل حملة الناصري عن المشروع الإيراني الهادف إلى تجويف الدولة العراقية ووضع اليد عليها نهائياً. لا تخفي إيران سعيها إلى إحلال الميليشيات التي تدعمها وتمولها محل جيوش الدول المجاورة، وهي نجحت في تثبيت خطوات أولى مهمة في هذا الاتجاه في العراق منذ الغزو العراقي والقرار السيء الذكر بحل الجيش.
وليس سرا أن النظرة إلى مؤسسة الجيش العراقي كانت سلبية في الوسطين الشيعي والكردي، إذ تعرضت القيادة الشيعية في ظل نظام صدام حسين إلى قمع زادته حدة الانتفاضات ضد النظام الدكتاتوري، وعانى الأكراد قمعا تاريخيا تخللته مجازر وعمليات تنكيل، ولذلك كان مفهوما أن يسود الحذر في علاقة الجانبين بالمؤسسة العسكرية، إلا أن التخلص من النظام السابق قاد إلى صيغة جديدة أعطت الشيعة مركز القيادة الأول وحفظت للأكراد حقوقهم في حكم ذاتي وأقليم مستقل. فلماذا استمرار النظرة السلبية إلى الجيش؟ لماذا يواصل السياسي الشيعي العراقي موقفه السلبي السابق من جيش بلاده وهو الآن في موقع المسؤول والقائد؟ ليست المسألة في الجينات ولا في الأعراف، أنه موقف يتغذى من المفهوم الإيراني لطبيعة السلطة الجديدة ودورها في الانصياع لحاجات الأمبراطورية وولي أمرها. وإيران التي تمسك بقيادات شيعية أساسية تستميت لجعل العراق كما دول أخرى جزءا من منطقة نفوذها، ووسيلتها إلى تحقيق ذلك هي تلك الميليشيات المنتشرة في العراق وغيره، والتي حولتها إلى فرق أمامية في حرب توسيع النفوذ والمواجهة مع أمريكا. تستند إيران في نظريتها إلى الانتشار المذهبي، لكنها تغطي هذه الحقيقة بحديث عن محور للمقاومة والممانعة تقوده عبر جهاز الحرس الثوري الذي يوزع المهام ويحدد الأولويات. في القاموس الإيراني لا توجد دولة العراق بل الحشد الميليشياوي، ولا وجود لدولة اليمن بل للحوثي، ويغيب لبنان ودولته عند الحديث عن حزب الله. ولا عجب أن تسود الدعوات إلى إلغاء الجيوش لمصلحة الميليشيات في زمن أقرب مما تتوقع. في مقال له يقول الكاتب عبد الرحمن الراشد بأن إيران لن تتنازل بسهولة، لكنها ستتعب من الحروب والمطاردة الرهيبة لها. سنرى مزيدا من محاولاتها تخويف دول العالم كما فعلت مع بريطانيا. لنتابع. السبت الماضي وقع هجوم آخر بالدرونز على منشآت نفطية في شرق السعودية. هل أطلقت من اليمن كما يقول الحوثيون، الميليشيات التابعة لإيران، أم من مكان آخر كما تبين في المرة الماضية من ميليشيات إيرانية في العراق؟ هل هي صناعة صينية كما اتضح من بعض الطائرات السابقة أم إيرانية؟ كل ذلك ستتم معرفته من التحقيقات الجارية. وكنت قد سألت أحد القيادات العسكرية عن سبب التبدلات في التكتيك الحوثي ولجوئهم إلى الدرونز. يقول كان سلاحهم الرئيسي الموجه إلى داخل السعودية هو الصواريخ الباليستية، لكن بسبب عمليات القصف التي استهدفت مخازنهم وعمليات المطاردة المستمرة والدفاعات المواجهة لها، اختاروا الطائرات المسيرة، وغالبا يتم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. وقد تكون من الصغر والطيران المنخفض فلا ترصد، أما عن تأثيرها فهو دعائي حتى أن أصابت أهدافها، لكن لا يمكن تحقيق الانتصار من خلالها ولا حتى تغيير مسار الحرب. وخسائر الحوثيين كبيرة، لكنهم مثل معظم ميليشيات إيران قيمة الإنسان عندهم لا تساوي شيئا، يتم تسويق الأضاحي البشرية دينيا كما يفعل تنظيم القاعدة وداعش. إيران لن تتنازل بسهولة، لكنها ستتعب من الحروب والمطاردة الرهيبة لها. سنرى مزيدا من محاولات تخويف دول العالم كما فعلت مع بريطانيا، وهو في الواقع امتداد لأربعة عقود من سياسة إيران التي تضع نشاطاتها العسكرية الخارجية عمود سياساتها وفوق كل الاعتبارات الداخلية والخارجية. التراخي الدولي تجاه البلطجة الإيرانية لسنين طويلة هو خلف التوسع العسكري وتهديد المنطقة والعالم ببناء أسلحة نووية وممرات الملاحة البحرية وعمليات الإرهاب وشن حروب متكاملة. حتى الآن واشنطن مصممة على الاستمرار في ممارسة ضغوط كبيرة على النظام في طهران، سياسة فريدة في حجمها وثباتها، وهي أي هذه السياسة
إن استمرت بالإصرار نفسه ستستطيع تغيير سلوك دولة المرشد الأعلى لأول مرة منذ استيلائهم على الحكم في أواخر السبعينيات، وهذا يعني أن علينا أن نعتاد ونواجه التصعيد الحوثي، وأن نتوقع من إيران مزيدا من تهديد السفن وما هو أبعد من ذلك. وكل دول المنطقة معنية بالمواجهة، دول الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان وإسرائيل. إلى أخبارنا المنوعة والطريفة، أعلنت السلطات في تايلاند نفوق بقرة بحر تم إنقاذها قبل شهور، وذلك نتيجة انسداد في جهازها الهضمي بسبب مخلفات بلاستيكية. لنشاهد. بعد شهور من إنقاذها، أعلنت السلطات في تايلاند نفوق بقرة بحر حين سببت مخلفات بلاستيكية انسدادا في جهازها الهضمي. أطلق التايلانديون على بقرة البحر اسم مريوم، الذي يعني سيدة البحر، وتولت السلطات رعايتها منذ جنحت إلى شاطئ في إقليم كرابي بجنوب البلاد في أبريل نيسان. وكان طعامها هو الحليب والأعشاب البحرية، وأعيدت إلى المحيط بضع مرات، لكنها كانت ترجع في كل مرة حاملة جروحا خلفها اصطدامها بكائنات بحرية أخرى. في الأسبوع الماضي ظهرت عليها أعراض المرض ورفضت تناول الطعام، وفقدت الكثير من وزنها وفقا لأحد البيطريين الذين تولوا رعايتها. وأعلنت السلطات نفوقها، وقام فريق من 10 بيطريين بتشريح مريوم، وبعد 5 ساعات خلصوا إلى أن البلاستيك هو القاتل. وبقرة البحر مصنفة ضمن 19 نوعا من الحيوانات البرية، تحظر القوانين في تايلاند صيدها أو الإتجار فيها. على بعد خطوات من قارب صغير في ألاسكا إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي، حلف الحظ سائحين من الموت تحت أنقاض انهيار جليدي ضخم وقع أمام أعينهما. لنشاهد. والآن إلى فقرة الكاريكاتير. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.